بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب المرحلة الثانية في المحاضرة السابعة لمادة الـ Communication، اللي هي راح نتطرق فيها هاي المحاضرة على الجزء الأول من عندها الـ Basic Operation of the Signal، يعني العمليات الأساسية اللي راح نجريها على الإشارة. أول عملية هي الـ Amplitude. شنو الـ Amplitude؟ يعني في قيمة كونستانت تضربها في الإشارة، هاي القيمة هذا الإشارة X أو T ضربتها في كونستانت معين. اي هذا الكونستانت قد يكون واحد اثنين ثلاثة، يعني الواحد ما يأثر بس اثنين ثلاثة أربعة ناقص، يعني بالنيجاتيف هم يصير مو في المشكلة. يعني فرضا هسه هنا لو كانت عندنا اكس اوف تي، لو قلنا بأنه ضربنا الإشارة مثلا في اثنين، الإشارة ضربناها في اثنين، يعني مو معناه ايش راح يصير الواحد بيش الامبليتود مالته، واحد ينضرب في اثنين يصير اثنين هنا. اوكي، لو فرضنا بأنه الاي هو اثنين، طيب لو ضربناها الاي بالسالب مثلا، لو فرضنا بانه الاي هو هم سالب اثنين سالب اثنين، فلما تضربه بالاشاره الاشاره راح تنقلب، بين هذا راح يصير واحد في سالب اثنين سالب اثنين، فيصير سالب اثنين، فالاشاره تنقلب. اوكي، طيب ايضا هذا بالنسبه للموجب والسالب. طيب اذا كانت بيها شيفت، شفت اذا كانت الاكس اوف تي ضفنا لها فت كونستانت معين، يا اما هذا الكونستانت معين راح يرفع الداله للاعلى او ينزلها للاسفل حسب الكونستانت قيمته، فإذا كان موجب يصعد للأعلى وإذا كان سالب راح ننزلها إلمن للأسفل. لو ناخذ هذا المثال البسيط، هاي الدالة هي الاكس اوف تي، المطلوب من عندنا هو ان الواي الدالة الجديدة هو شو يساوي لنا؟ ناقص 2x اوف تي زائد 3، يعني التي هنا شو بدنا نشوف انه ما بيها شيفت، يعني تبقى الدالة مثل ما هي بس نجرب عليها بعض العمليات. العمليات هي شنو؟ نضرب الامبليتيود بيش؟ بسالب اثنين، ثم نرفعها قيمة الكونستانت سي هنا ايش قد قيمته؟ ثلاثة. يعني بالبداية نوجد نضرب حاصل ضرب نوجد حاصل ضرب السالب اثنين في الاكس اوف تي، الاشارة هي على الامبليتود مالتها ايش قد؟ هو واحد، تضربها في سالب اثنين سالب اثنين يصير الامبليتود بس باليون مقلوب، يعني يكون بهيج حالة بالنيجاتيف، اذا هذا سالب اثنين. ومن ثم بعدين شنو نضيف له؟ الكونستانت سي، اللي هو كونستانت سي كانت قيمته 3، اذا نضيف له هذا 3. طيب ايش راح يصير خلال هالجزء هذا من هنا الى هنا؟ ايش قد راح تكون هاي الحافه؟ هي سالب 2 زائد 3 يصير ايش قد؟ 1. اذا هاي من هنا لهنا ايش قد؟ 1 راح تكون، هذا 1. طيب هنا هي 0 0 زائد 3، هنا الاشاره الجديده هاي هي ايش قد مقدارها؟ هنا هي 0 زائد 3 يصير زائد 3، اذا هاي الحافه تصير زائد 3. طيب هنا ايضا صفر زائد ثلاثة يصير ثلاثة، هاي ثلاثة راح تكون الاشارة بالشكل هاي. طيب لو كان عندي نفس الاشارة وسويت عليها عملية كومبريشن، يعني ضغط، شلون؟ يعني ضربتها، يعني هسه قلت اقول هاي الاكس اوف تي، اقول اريد الاكس اوف 2 تي، يعني ضعف التي، فايش راح اسوي؟ شلون اعرف عملية كومبريشن ضغط؟ فش اقول؟ اقول الاثنين تي هنا للاشاره اللي اريد من عندها، اقول اثنين تي تساوي لنا ايش قد؟ واحد، اذا تي ايش قد يساوي لنا؟ اثنين تي تساوي لنا واحد، اذا تي ايش راح يساوي لنا؟ نصف، اذا هاي الحافه هي نص. طيب هذا الجزء المايل اقول اثنين تي راح يساوي لنا سالب واحد، اذا تي ايش قد راح يساوي لنا؟ سالب نص، سالب نص، اذا هاي الحافه المايل. شوف الداله الجديده انضغطت. اوكي؟ او قد اكون اوسعها، اوسعها للداله، شلون؟ يعني اضرب في نصف تي، يعني هذا اكس اوف تي على 2 يعني كانه مضربت في نصف تي، فشلون راح اوجد الداله؟ الداله الاصليه اقول اجي على التي المحور التي اقول واحد لهاي الحافه، واحد يساوي لك نصف تي، اذا تي ايش قد راح يساوي لنا بهيج حاله؟ واحد يساوي نصف تي، ما معناه تي يساوي 2، اذا هاي الحافه عند التي ايش قد يساوي لنا؟ 2. طيب هاي الحافه المائله اقول سالب واحد يساوي لنا نصف تي، هذا تي على اثنين يساوي لنا سالب واحد، اذا تي يساوي لنا سالب اثنين، اذا ها راح تحول هنا سالب اثنين، ما معناه بهالشكل راح تكون الداله، اذا الداله بهيج حال راح تصير اكسبانشن، يعني كانه ما توسع راح يصير بالداله. واضح؟ هاي هنا مثال ايضا عندنا، اذا كانت تريد الداله الجديده هي ناقصا تي، ناقصا تي. طيب شو راح احصل على ناقص تي؟ ايضا اقول ناقص تي يساوي لك واحد، نرجع للدالة
ناقص تي، شوف هذا هاي الحافة، ناقص تي تساوي لك واحد، إذا هاي الحافة ايش راح تساوي لك؟ ناقص واحد، إذا هاي الحافة راح تساوي لنا ناقص واحد، إذا معناها راح تكون بالسالب، وهاي الحافة ناقص واحد تساوي لك ناقص تي، معناها راح تصير واحد، ومعناها راح تصير بالموجب، كأنما هاي راح تصير بالسالب وهاي تصير بالموجب، هاي الحافة راح تصير بالموجب بينما هاي الحافة العادلة راح تكون بالسالب. طيب نقدر نسوي ايضا عمليات اخرى وهي الشيفتنج، بس راح نكون نوضحها افضل بهذا المثال. هذا المثال معطينا الاكس اوف تي، ايش مطلوب الاول؟ المطلوب هو يريد الاشاره الجديده اللي هي عندما تكون اكس ناقص تي، اكس ناقص تي، هاي هي اكس اوف تي، يريد اكس اوف ناقص تي، فتيجي يقول ناقص تي نساوي بها الواحد فيطلع لك الناقص واحد، اذا هاي الحافه راح تصير ناقص واحد. طيب الصفر يساوي لنا ناقص تي، ما معناه نفسه يبقى صفر، اذا هاي المنطقه تبقى صفر. طيب ناقص واحد راح يساوي لك ناقص تي، اذا ما معناه راح يصير واحد، ما معناه هاي الحافه راح تنجر تنقلب الشكل، يصير هاي الحافه بالموجب واحد، وهاي الحافه تصير سالب بالسالب واحد، مثل ما هذا نشوفها اللي هي اكس 1. طيب الاكس 2 شو يساوي لنا؟ تي ناقص اكس اوف تي ناقص 2، اكس 2 الاشاره الثانيه اللي تكون هي تساوي لي اكس اوف تي ناقص 2، طبعا هعطيك اياها بالسؤال طلاب، هاي كلها يعطيك اياها بالسؤال، هذا ايضا يعطيك اياها بالسؤال يعطيك الشكل، اوكي، او يعطيك احد الاشارات اللي اخذناها في المحاضره السادسه. اذا تي ناقص 2 شو تساوي؟ نقول 1 راح يساوي لنا تي ناقص 2 لهاي الحافه، هاي الحافه، فايش راح يصير بهيج حالة؟ تي كذا راح يساوي لنا بهيج حالة؟ راح يساوي لنا 3، إذا هاي الحافة راح تكون 3، هاي الحافة ذكرت 3، تي ناقص 2 يساوي لنا 0، إذا تي ايش راح يساوي لنا؟ 2، إذا مكان الصفر 2، نتذكر هاي 3، هاي 2، وهسه ناقص 1، تي ناقص 2 يساوي لنا ناقص 1، ما معناه تي هنا راح يساوي لنا 1، إذا هاي الحافة المائلة عند الواحد، هذا السنتر راح يصير 2 وهذا راح يصير 3. والارتفاع ثابت، ما صار عندنا تغيير على الارتفاع، الارتفاع هنا راح يتغير به. طيب الإشارة الأخرى لو أخذناها بالعكس، x of t تساوي لنا x of t زائد 2، فt زائد 2 تساوي الواحد، نساويه بالواحد، t زائد 2 تساوي لك الواحد، هذا العدد الحافة العدلة، ما معناه t بيش حال ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا ناقصا واحد، t راح يساوي لنا ناقصا واحد، اذا ها راح تكون الحافه ناقص واحد. زين تي زائد 2 يساوي صفر، اذا تي ناش راح يصير ناقص 2، نتذكر هاي راح يصير ناقص واحد، هاي ناقص 2، وتي ناقص زائد 3، العفو تي زائد 2 يساوي لنا ناقص واحد، اذا تي يساوي لنا سالب 3، اذا هاي الحافه راح تصير سالب 3 سالب 2، وهنا ايش قد راح تكون؟ سالب 1 سالب 3 سالب 2 سالب 1، اللي هو منه هذا الاكس 2 الثاني. طيب الاكس 3 يقول لك اريد تي يساوي لنا اكس، العفو اكس اوف الاكس 3 اوف تي يساوي لنا الاكس اوف 2 تي، يعني ضعف التي، فاجي اقول 2 تي تساوي لنا 1، ما معناها الحافه ايش راح تصير؟ نص، صفر يساوي لنا 2 تي ومعناها يبقى صفر، وهاي الحافه ناقص 1 يساوي لنا 2 تي ومعناها ناقص نص، يعني كانه راح تحول ناقص نص، هنايا صفر وهنايا نص، كأنما صار عملية شنو؟ كومبريشن، ضغط، هاي هذا الإشارة، مفهوم؟ اعتبار انه هنايا توتي نصف، هنا طلاب هناك خطأ، هنا العفو، هنايا نصف وهنايا سالب نصف. خطأ هنا في السؤال، هذا نصف وهذا سالب نصف، اوكي. طيب والدالة الأخرى لأنه الـ x of 3 تساوي لنا x of 0.5t، 0.5t يعني نصف t، يعني نصف t تساوي لك 1 ومعناه t يساوي لك 2، إذا هاي الحافة تساوي 2، هاي الحافة تساوي 2، نصف t تساوي لنا 0 ومعناه يبقى 0. طيب ونصف تي تساوي لنا هاي الحافة المائلة تساوي لك ناقص واحد، ما معناه ناقص 2، إذا هذا ناقص 2
صفر ومن ثم اي 2، هذا هو الاكس 3 لل 0.5 دي، هي عملية شنو؟ اكسبانشن، توسع. نفس الحالة طلاب هاي الدالة، الدالة معطينا اياها هاي هي الاكس اوف تي، نعطيك اياها بالسؤال، مطلوب عندك الواي اوف تي يساوي لك اكس اوف 2 تي ناقص 3، اكس اوف 2 تي ناقص 3، فتجي تقول الامبليتود ثابت طبعا، ما في تغيير، واحد يبقى واحد ما في تغيير. طيب شو يقول؟ 2 تي ناقص 3 يساوي لنا واحد، اذا ما معناه بهيج حاله التي ايش قد راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا 4 على 2 يساوي لنا 2، اذا هاي الحافه العدله راح تساوي لنا ايش قد؟ 2. هاي الحافه العدله راح تساوي لنا 2. طيب نجي على الحافه المائله، سالب 1 راح يساوي لنا 2 تي سالب 3 يساوي لنا سالب 1، بهيج حاله راح يساوي لنا 2 تي راح يساوي لنا 2، ما معناه من المعادله 2 تي ناقص 3 يساوي لنا سالب 1، ما معناه 2 تي راح يساوي لنا 2، اذا تي تساوي لنا 1، اذا هاي الحافه المائله تصير 1، ما معناه بهيج حاله عندك كونفرجن. هذا هو الرسم للواي اوف تي. طيب الزد اوف تي شو يساوي؟ اكس اوف ناقص 2 تي زائد 3، نفس الحاله طلاب، بما انه عند الامبليتيود باقي نفسه 1، نفسه يبقى هذا الامبليتيود، اذا اجي اقول بانه ناقص 2 تي يساوي لنا 1، ناقص 2 تي زائد 3 يساوي لنا 1، ما معناه بهيج حاله ناقص 2 تي راح يساوي لنا ناقص 2، اذا تي راح يساوي لنا ايش قد؟ هنا الحافه العدله 1. الحافه عدله 1. اوكي؟ طيب نجي على الجزء الثاني، نقول سالب 2 تي، سالب 2 تي زائد 3 راح يساوي لنا سالب 1. طيب بهيج حاله راح يصير سالب 2 تي راح تساوي لنا سالب 4، اذا تي راح تساوي لنا 2، اذا هذا الجزء المائل راح يكون الجديد مالته على الاثنين، على الاثنين، اذا هذا الرسم راح يكون مالنا بالشكل هذا، راح يصير عمليه ايضا ريفيرس وايضا كومبارجن، هم ريفيرس وهم كومبارجن، او فقط ريفيرس. كومبارجن صراحه ما عندنا لانه ما مطوع في نص، يعني لو تجينا نشوف والله من ناقص واحد إلى واحد، يعني كأنهم اثنين، اثنين إلى واحد كأنما واحد، نعم اكو كومبارجن هنا موجود عندنا، كومبارجن زائد تايم ريفرسال عكس الانتجار. طيب ننتقل إلى الموضوع الآخر اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف سيستم، اللي هو السيستم راح نصنفه يا اما يكون كونتينيوس او ديسكريت او انالوج او ديجيتال. طيب اهم الصفات الموجوده للسيستم هي الميموري او ميموري ليس، هل يحتاج السيستم من عندنا ذاكره او لا يحتاج ذاكره؟ الذاكره تحتاج لخزن الانرجي طبعا، الذاكره لخزن الانرجي، وما يحتاج ذاكره ومعناه ما عندنا حاجه لخزن اي شيء. طيب راح اعطيكم فد حالات عامه نقدر مباشره نستنتج بانه هاي الداله او الديفرنشال ايكويشن او الداله التفاضليه هل تحتاج الى ميموري او لا تحتاج؟ انتبه عليها، اذا كانت الداله، راح اعطيكم الداله تحتاج اذا كانت السيستم يحتاج الى ميموري، شو وقت؟ اذا كان عندي تكامل، اذا كانت اولا اذا كان عندك تكامل، اذا كانت عندك مشتقه اذا السيستم يحتاج الى ميموري، اذا كان عندك شيفت رايت ليفت اذا هذا ايضا يحتاج ميموري، اذا كان الاندبندنت فاريبل تربيع هم يحتاج ميموري لان هذا التربيع لازم تخزن، اذا هم يحتاج لك ميموري. اذا اربع حالات هي اذا تحتاج ميموري، اذا كان عندك سيستم بمشتقه بتكامل بشيفت ليفت رايت، يعني شوف هذا نايم مثلا شيفت، يعني عندي شيفت الى الرايت هذا شيفت، شوف اذا يحتاج ميموري هنا، هنا مثلا عندي تكامل احتاج ميموري، واضح؟ هنا مثلا هل عندك تكامل؟ لا. هل عندك مشتقه؟ لا. هل عندك شفت الى اليمين واليسار؟ لا. هل عندك تربيع بالاندبندنت فاريبل؟ لا. اذا هذا ما يحتاج ميموري، ميموري ليس، يعني لا يحتاج ميموري، بدون ميموري، واضح؟ هاي الحالات اللي نحتاج بها الميموري. نشوف هذا المثال الاخر، شوف هذا السيستم بتكامل اذا احتاج ميموري لو لا احتاج ميموري، هذا التكامل هذا السيستم بي شيفت، شيفت الان شيفتين الى سالب 2 اذا احتاج الى ميموري، او ان ناقص 4 اذا احتاج ميموري،
اذا انا بروح على هذا السيستم ايضا بي شيفت، شوف هذا هنا شيفت وهنا شيفت، اذا احتاج الى ميموري. طيب الكوزل، الكوزل لو فرضنا هذا هو السيستم كوزل نون كوزل، السيستم كوزل دخل عليها الاشاره، والاشاره هي عباره عن كوزل. شنو معنى كوزل؟ بانه بالقيم السالبه بالزمان السالبه الامبليتود مال الداله يساوي صفر، يعني ما عندها للداله اي قيم بالازمان السالبه. طيب لما يدخل على السيستم الكوزل المفروض راح يكون بالازمان السالبه هو من الازمان صفر يساوي قيمه الداله صفر. ما معناه الداله فقط معرفه من الصفر الى الماليه، فقط عدة الداله قيم من الصفر الى الماليه نسميه هذا السيستم كوزل. نون كوزل هذا السيستم ايش راح يولد لي؟ يولد لي قيم بالازمان السالبه، قيم للداله بالازمان السالبه تجعل الداله ان كوزل، ان نون كوزل، نون كوزل. اذا اذا الشفت صار عندي الى اليمين اذا هذا كوزل، واذا كان الشفت الى اليسار هذا نون كوزل. شلون نعرف؟ هذا الشفت هنا عندي شفت، طيب هذا الشفت اليمين ولا اليسار؟ نقول الان زائد واحد يساوي صفر، لان ان يساوي لنا ناقص واحد، اذا ما معنى هذا الشفت الى اليسار، اذا هاي الداله نون كوزل. طيب ناي هذا السيستم اجي على اقول تي زائد واحد يساوي لنا صفر، اذا تي يساوي لك ناقص واحد، ما معناه هذا عندي زمن وين؟ بالسالب، ما معناه هاي نون كوزل. اوكي، وهكذا لو نجي على هاي الداله طلاب واي اوف ان يساوي لك اس ان ناقص 2، اذا عندي شفت بس هذا الشفت الموجب لو بالسالب يساوي ان ناقص 2 يساوي لنا صفر، اذا ان يساوي 2، اذا الشفت هنا مالتي بالموجب، اذا هاي الداله كوزل. هاي الداله ايضا عندي شفتين لازم اثنيناتنا نشيكن، نشوف الشفت الاول شو قد ان ناقص 1 يساوي صفر، اذا ما معناه ان يساوي لنا 1، اذا هاي الشفت بالموجب، اذا هاي لحد الان الداله كوزل. لازم اشيك الشفت الاخر، عندي شفت هنا ان ناقص 1 يساوي لنا صفر، اذا الشفت الثاني ايضا موجب، اذا الداله كوزل. واضح؟ لينير اذا كانت الاكس 1 لينير ما معناه خطي طلاب. السيستم يكون خطي اذا كانت الاكس 1 تدخل على سيستم خطي، راح تروح الاكس 1 الواي 1 اوف تي، اذا اكس 2 يتولد لك الواي 2 اوف تي. اذا جمعناهم هاي زائد هاي وضربناها في كونستانت لازم راح تتولد نفس الكونستانت مضروب بالاشاره الاولى اللي هي الاكس 1، هي راح تولد لك الواي 1 بس مضروب بايش؟ بنفس الكونستانت اللي مضروب بيه، زائد الاشاره الثانيه لما تدخل الاشاره الثانيه تتولد لك واي 2 بس مضروبه في كونستانت لازم نفس الكونستانت بيها. يعني ما معناه لينير بانه نتحاشى السيستم ينضرب بمن؟ بداله اسيه مثلا، داله اسيه نو لينير، داله كوساين ينضرب في داله مثلا ساين كوساين، يعني هاي كلها اكسبوننشال، هاي كلها دوائر نون لينير. فاذا شفنا دوائر نون لينير مضروبه في الداله او بالديبندنت فاريبل ما معناه هذا السيستم نون لينير، يعني ساين كوساين تربيع داله تربيعيه وعن هذا السيستم نون لينير. طيب تايم انفيريانت وتايم فاريانت، يعني هل ان السيستم يعتمد على الزمن او لا يعتمد؟ نشوف بانه اذا كان عندنا هذا تايم فاريانت سيستم، تايم فاريانت لا يعتمد على الزمن، دخلناه للاكس اوف تي ولد لنا واي اوف تي. طيب اذا سوينا شيفت بالتي سوينا تي ناقص تام، لازم هذا الشيفت يظهر بالاوتبوت، بالاوتبوت مالته، حتى نقول التايم هو ما يعتمد على الزمن، يعني يبقى الزمن ثابت. اذا تغير مثلا هنا دخلنا تي ناقص تاو تحول لنا هنا الى تي فقط واي اوف تي، مو معناته تغير هنا بهيج حاله راح يعتمد على الزمن. فيصير السيستم بيج حالة تايم انفاريانت، تايم فاريانت، العفو تايم فاريانت يعني يعتمد على الزمن، تايم فاريانت او تايم فايرنج، تايم متغير. عندنا مثلا هذا السيستم، هذا السيستم عندنا حالات، هذا السيستم موجود، نشيك هذا السيستم بينما انا عندي هنا تي، شوف الواي والاوتبوت هو ايضا للتي، مو معنى هذا السيستم هو شنو؟ تايم انفيريانت، تايم انفيريانت يعني مو معنى لا يعتمد على الزمن. طيب اكو عندنا حالات يحتاج بها الزمن،
اللي هي إذا شفنا بأنه التايم الضعف مضروب في تي، معناه هذا يعتمد على الزمن، الزمن السابق أو الزمن اللاحق. إذا انضرب نفس الحالة أي كونستانت، سواء كان سالب واحد، سالب اثنين، اثنين، مو معناه أي شيء ضربه لك كونستانت للتي، سواء كان سالب واحد، 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 لا، سالب واحد، اثنين، سالب اثنين، ما معنى هذا التايم فاريانت، يعني يعتمد على الزمن. وإذا شفنا بأنه تي مضروبة في الإكس أوف تي، تي أو كوساين تي، شكو إي أوس تي، تي كوساين تي، ساين تي، انضرب في الدالة الإكس أوف تي، ما معنى هذا التايم فاريانت، يعتمد على الزمن. وإذا شفنا بأنه الكي هنا كونستانت مضروب في الال، بينما الواي بدون كي، لو كان هنا كي لكان قلنا لا هذا السيستم انفاريانت، بس هنا الاكس بكي مضروب في ان، بينما الواي هو فقط في ان، ما معنى هذا السيستم شنو هو تايم فاريانت، يعتمد على الزمن. هاي عندنا في الديكزامبل لمجموعة من الدول، مو كلها راح نحلها، راح نبقي جزء من عندها هوم وورك لكم. المطلوب من عندنا هل ان هاي الديفرنشال ايكويشن الموجوده هل هي تايم انفيريانت، لينير، كوزال، ميموري، تحتاج مذاكره، ما تحتاج. فنجي على التمرين الاول نشوف بانه اول ما نبدا هل تحتاج الى ميموري، بما انه انا عندي مشتقه فقلنا المشتقه تحتاج الى ميموري، اذا هذا تايم انفيريانت اند ات از تحتاج الى ميموري. اوكي طيب هل هي كوزل بها ديلي؟ ماكو ديلي، اذا هاي كوزل. طيب هل هي تايم انفيريانت؟ لو لا نشوف الانبوت مالتنا هو تي، الاوتبوت هو ايضا تي، اذا هذا تايم انفيريانت، ما يحتاج الى تايم، يعني العفو يعني تايم ما يتغير، تايم انفيريانت، اذا هاي تايم انفيريانت. طيب لينير او لن لينير؟ لينير، ما عندنا شيء مضروب فيه اكسبونشال، مو مضروب فيه ساين، تربيع او اي شيء، اذا هاي الداله ايضا لينير. نجي على الدالة الثانية. الدالة الثانية أول ما أشوف أنه أنا عندي مشتقة، ما معنى هذا ميموري، يحتاج ميموري. بما أنه أشوف أنه تي مضروبة في واي أوف تي، ما معنى هذا تايم فاريانت، يعتمد على الزمن. تايم فاريانت يعني تايم فايرينج أو تايم فاريانت، معناه يعتمد على الزمن. ليش؟ لأن من الشواذ بأنه إذا انضرب تي في واي أوف تي، ما معنى تايم فاريانت، يعتمد على الزمن. طيب كوزل لو ان كوزل، نشوف بانه ما عندي ديلي، اذا هاي كوزل. طيب تحتاج ميموري لو ما تحتاج؟ نعم تحتاج ميموري. طيب هاي الداله لينير او نون لينير؟ بما انه انا ما عندي هنا فد شيء مضروبه في الداله ما يخليها نون لينير، اذا هاي الداله اوف كورس راح تكون لينير. طيب ننتقل الى الداله الاخرى، هاي الدالة اللي هي عبارة عن differential equation discrete difference equation difference equation. هل هي linear؟ نعم linear، ما بيها فتشي يعني يدل على انه مضروبة في دالة أسية، مضروبة في ساين، كوساين، exponential، هاي اذا linear. تحتاج الى ميموري؟ نعم، بما انه انا عندي شيفت، شيفت هنا وشيفت هنا، اذا تحتاج ميموري. طيب هل هي تايم انفيريانت او تايم فاريانت؟ تايم انفيريانت، ما عندي شيء يثبت على انه هاي الداله هي تايم فاريانت، اذا هاي تايم انفيريانت، تايم انفيريانت لينير ايضا. طيب هل هي كوزل او لا؟ تبع علي، لازم اشيك عندي شفتين، شفت الاول ان ناقص الواحد يساوي صفر، اذا ان يساوي واحد، اذا هنا موجب. اوكي ماكو مشكله، بس هنا هي الاكس ان زائد واحد، ان زائد واحد يساوي صفر، اذا ان يساوي ناقص واحد، اذا اكو قيم للداله بالسالب، ما معنى هاي نون كوزل، اذا هاي الداله هي نون كوزل، نون كوزل، واضح نون كوزل. طيب نشوف هاي الداله واي يساوي لنا اي او ان، ان مضروبه في الاكس اوف 2n، انتبه عليه، نشوف هنا الداله الاكس مالتها هو 2n، بينما الواي n، اذا هاي مو معناه الداله هي تايم فارينج، يعني مو معناه تايم فارينت، يعني تعتمد على الزمن. طيب نشوف الداله تحتاج الى ميموري، نعم لما ينضرب اي شيء في n
يعني معناها احتاج الى ميموري. هل هي الداله كوزل او ان كوزل؟ نشوف، بما انه انا عندي مضروب الان مضروب في 2 في 3، ما معناه بيش حاله، هاي الحاله نون كوزل، نون كوزل. طيب هل هي هاي الداله لينير لو نون لينير؟ ماكو فد شيء يدل على انه مضروبه في داله اسيه كوساين ساين، هاي الداله ايش راح تكون؟ لينير. طيب هاي الدالة أول ما أشوفها، هاي الدالة تحتاج إلى ميموري لأن بيها مشتقة، تحتاج ميموري. طيب هل هي تايم فيرينت أو تايم فارينت؟ هذا عبارة عن ساين تي مضروبة في واي أوف تي، أو تي مضروبة في واي تي، إي أوس تي مضروبة في تي. إذا هاي تايم فارينت، يعني تايم فارينت تحتاج إلى الزمن. أوكي، تحتاج إلى الزمن. طيب هل هي كوزل؟ نعم، نشوف التي ناية واحدة بدون شيفت كوزل. طيب بعد قلنا اللينير لو نون لينير، هاي الدالة شوف ابو عليها لينير، ما بيها مشكلة، لان هذا اللينير يعتمد عليه من يعتمد على الواي اوف تي، واي اوف تي. طيب ننتقل إلى الدالة الأخرى اللي هاي الدالة، راح نشوف هاي الدالة بما أنه عندي مشتقة differential equation، بما أنه عندي مشتقة معناه أحتاج إلى ميموري. هل هي لينير لو نون لينير؟ راح تكون لينير، ما عندي مشكلة بيها. طيب تايم invariant لو تايم variant، هل تعتمد على الزمن أو لا تعتمد على الزمن؟ هاي شوف الدالة عندنا ضرب، لا ما عندنا، ودخلنا بتي وطلعنا بواي اوف تي، اذا هاي تايم انفيريانت، انفيريانت لا، انفيريانت لا تعتمد على الزمن. طيب كوزل لون كوزل، نشوف هنا تي يساوي لنا صفر، تي يساوي لنا تي يساوي صفر، اذا من التي من الصفر الى ما لا نهاية، ما معناها الدالة معرفة فقط في الجزء الموجب، ما معناها كوزل. واضح طلاب؟ بنهاية هاي المحاضرة أتمنى لكم حسن الاستماع والاستفادة، وأي سؤال عندكم إن شاء الله نتواصل بالمحاضرات القادمة. مع السلامة.